بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في أمسية شعرية جميلة من أمسيات الشاعر لجنة الشعر في المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية السيدة الوزيرة نبيل الجلاني والأستاذ الدكتور وزيرة الثقافة والأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. أمسية اليوم أمسية مختلفة لأننا نحتفل بهذا اليوم بالشعراء الفائزين في مسابقة شعر الفصحى وشعر العامية التي نظمتها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة. وهذا تقليد جميل وجديد لأنني أتذكر في عام 1999 أن لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس الأعلى للثقافة وكان وقتها في شارع حسن صبري وليس هنا تقدمت ببحث عنوانه تكنولوجيا أدب الأطفال. وفاز هذا البحث ولم أعرف إلا بعد وقت وبالصدفة. فقال لي أحد الأصدقاء أعدي على الحسابات عشان تاخد الشيك بتاعك، شيك يا جماعة عشان تبص جائزة الأبحاث. ذهبت إلى المحاسب وتسلمت الشيك وكان وقتها 5000 جنيه. فسألت محاسب مفيش حفلة مفيش تكريم مفيش أي حاجة، قال لي والله الموضوع مش عندي شوف موظف تاني. عدت إلى الإسكندرية ومعي الشيك ولكني حزين حزين جدا لأن الصحافة لم تكتب. أنا لو معي الشيك فكنت حزين، ولكن في هذه الليلة أنا سعيد جدا بهذا التقليد وبهذا الاحتفال وبهذا الاحتفال بشعرائنا الستة الفائزين في مسابقة شعر الفصحى وشعر العامية. ونستهل هذه الأمسية بكلمة الأستاذ الشاعر الكبير أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر ورئيس لجنة التحكيم في هذه المسابقة التي نتمنى أن تستمر سنويا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله مساءكم بكل خير. صديقي الاستاذ محمد حافظ نائبا عن الامين العام مجلس الاعلى للثقافه، ساره الكرام، ويتساءل البعض لماذا الاهتمام بالشباب؟ والاجابه حاسمه ومنطقيه، لان الشباب منذ معه الحاضر والغريب لأنهم يملكون طاقة الإبداع أكثر من غيرهم، لأنهم يحملون في داخلهم سر الإبداع لليوم والغد. فإذا كانوا يدرسون العلم تسابقوا لإحراز التقدم، وإذا كانوا شعراء تنافسوا على الإبداع، وإذا كانوا متذوقين زادت متعتهم بكل يوم. والتاريخ الإنساني يشهد شخصيات صنعت التاريخ في شبابهم، منهم أحمس قائد الرسوس، أخناتون أول الموحدين، الإسكندر الأكبر إمبراطور العالم، علي بن أبي طالب موقفه ليلة الهجرة، أسامة بن زيد الفتى القائد، البيروني موسوعة العلم والفلسفة، ابن بطوطة أيقونة رحالة، جان دارك منقذة فرنسا، ليوناردو دافنشي الفنان العالمي، موزارت الطفل الإلهي، نابليون بونابرت القائد الطموح، هانز كريستيان أندرسون الرجل الذي أسعد أطفال العالم، فلورنس نايتنجيل ملك بحر، لويس باستير قاهر الميكروبات، توماس أديسون الرجل الذي أضاء العالم، تشيكوف المبدع الاستثنائي، مصطفى كامل الزعيم الخارق، المهاتما غاندي الروح العظيمة،
اينشتاين منظر النسبيه، محمود مختار فنان النحو الحديث، سيد درويش فنان الاصاله، علي مصطفى مشرفه رائد العلم الطبيعي، ام كلثوم كوكب الفن الاصيل، مارك لوثر المتمرد على الحقيقه العنصريه، يوري جاجارين مقتحم الافق، وغيرهم كثير من هؤلاء الذين صنعوا التاريخ في شبابهم. وصدق ابن عتاهيه حين قال: الا ليت الشباب يعود يوما واخبره بما فعل المشيب. لهذا تهتم لجنه الشعر بالشباب، وتحاول ان تقدم للساحه الابداعيه اصواتهم القادره وتجاربهم المتميزه. واليوم نعلن عن هذه المسابقه الشعريه بثلاثه دواوين فصحى وثلاثه دواوين عامي. لكن والحق يقال لقد جهدنا نحو 10 دواوين من كل فرع تستحق الجائزه، وكانت المهمه صعبه لاختيار ثلاثه فقط لكل فرع. واحتفاء ببقيه الشعراء سوف تحرص اللجنه على الاحتفاء بهم ايضا عن طريق مشاركتهم في امسياتها القادمه باذن الله. اتمنى لكم امسيه جميله مع ابداعات الفائزين، وشكرا. شكرا للشاعر الكبير الاستاذ احمد سويلة مقرر لجنه الشعر بمجلس الاعلى للثقافه. والان نلتقي مع كلمه الاستاذ محمد عبد الحافظ ناصر رئيس الاداره المركزيه للشعب واللجان الثقافيه، ونائبا عن الدكتور هشام عاصف حازمي الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لصديقنا عزيز الشاعر الكبير الاستاذ احمد فضل شملول. في الحقيقه الشكر في الحقيقه واجب للفتاة الشعر في مجلس الاعلى للثقافه لرئاسه الشعر الكبير الاستاذ احمد سويلة، وايضا لرئيس لجنه التحكيم الشعر الكبير الاستاذ مسعود شومان عضو اللجنه ورئيس لجنه التحكيم. في الحقيقه بدايه يعني اسمحوا لي ان ارسل اليكم تحيات الاستاذه الدكتوره امينه المنين الكيلاني وزير الثقافه، وتحياتها الطيبه لحضراتكم ودعمها الدائم لكل المواهب المصريه في كل الاتجاهات وفي كل المجالات، سواء كانت في الابداع الادبي او في الفنون او في التكنولوجيا او اي مجال من المجالات. ايضا يعني الاستاذ الدكتور هشام عزم الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه بيرسل اليه تحياته وامنياته في الحقيقه يعني دائم المشاركات المهمه جدا ودائم اكتشاف جديد مواهب مصر في الشعر وغير الشعر. في الحقيقه النهارده احنا بنحتفل ب يعني زي ما بيقولوا ستة من الشعراء اللي هم اعتقد ان بعضهم لهم تجارب مهمة جدا وكتب مشهورة زي الشاعر عمرو البطل كان ليه ديوان في سلسلة الكتاب الأول، وهذه أصوات شعرية تصوري مسموعة ولها صوت سواء في القاهرة أو في أماكن أخرى. ده احتفال بإنجاز الحقيقة، احتفال باكتشاف شاعر زي ما كانت القبيلة العربية قديما تسعد جدا بمولد شاعر جديد، فأعتقد إن مصر كلها لابد أن تسعد في هذا اليوم لمولد ستة من الشعراء اللي هم صحيح موجودين قبل كده وموجودين وراسخين، ولكن احيانا الجوائز بتعطي دفعه معنويه ما، انما هو الشاعر شاعر والكاتب كاتب هو محقق نفسه، ولكن هي يعني لو اقربنا مدى نشاط ثقافي مهم الجوائز، فالجائزه بالنسبه لهؤلاء الشعراء ان شاء الله بهذه المهمين واكثر اهميه هي دفعه لهم للامان. لجنه الشعر في الحقيقه عامله نشاط كويس جدا ونشاط هائل وتتحرك في المجلس وتعمل مسابقه مهمه جدا استكمالا
لعمل هذه المصرفة واستكمالا لعمل لم تشمل الدكتور مسعود الصقر. احنا عندنا سلسله اسمها سلسله الكتاب الاول، اهم شرط فيها انك ما تكونش نشرت قبل اي حاجه ثانيه. بيسعد او تسعد يعني يسعدنا او يعني نبقى سعداء بالحقيقه ان سلسله الكتاب الاول للذين لم ينشروا من قبل سواء شعر او قصه او روايه او اي حاجه ان هم ينضموا الى مجموعة الكتاب اللي هم إن شاء الله نشر لهم في سلسلة الكتاب الأول، ومش هنلاقي أفضل من شعرائنا الذين حكموا لهؤلاء، لأن هم يعني هتبقى يعني زي ما بيقولوا اختيارات رائعة وموفقة يعني. فلو يا أستاذ أحمد لو في حد ما نشرش قبل كده من الستة فإن شاء الله يسعدنا إن احنا نحط ده في الخطة أو الخطة القانونية بإذن الله بعد توصية من اللجنة. اترفع للاستاذ وائل حسين مشكورا مدير عام في الشعب الجامعه الصقيه ويرفع علي وارفعها للمدير ان شاء الله. ايضا نشكر الصديق العزيز الاستاذ عبد الوهاب الصاوي استاذ رجب الصاوي مدير عام الاداره العامه للجوائز والمشاركات بالمجلس الاعلى للثقافه. زي ما شكرنا الاستاذ وائل لان المسابقه بتكون ما بين الدولتين العامتين دول في الاداره المركزيه فبنشكرهم طبعا على هذا التعامل المهم جدا. ايضا بشكر زملائنا في العلاقات العامه وفي المجلس والشؤون الماليه والاداريه على تجهيز الاحتفاليه طبعا الاعلام بتواجده. يا ريت نبط الندوه بقى بشكل اكبر ويا ريت اسماء اولاد شعراء تلف في مصر كلها واعمال طبعا روائيه مهمه تقدر تعمل لنا الحكايه دي فمشكور. ايضا بنشكر بقى امينه اللجنه الاستاذه هدى عبد الكريم على مجهودها الكبير وعلى تعرف النهارده في ان هي تجهز الحكايات وتجهز الشهادات وتجهز الخطوات فبشكرها طبعا شكرا جدا. طبعا الاستاذ ابراهيم بقى والاستاذ علاء مسؤولين المؤتمرات النهارده بنشكرهم شكرا على الاداء. طبعا بنرحب بالشعراء بنرحب بزميلهم واطفالهم واصدقائهم وده اعتقد يوم ان شاء الله مش هيتنسى بسهوله جدا. اللي بيقول عليه الاستاذ محمد سويلم ده كان حدث وقتها بس هو مش كانش حدث لوحده برضه هو كان حدث للاعب جنبه والاخرين في الحقيقه لان احنا كنا بنعاني من الحدوته دي وبشكل مش لطيف. انا فاكر بقى ان انا بعت للدكتور جابر عصفور وقلت له الحكايه انا فكرت ان في كذا جاي كذا واشيك كذا وقلت له ما اعرفش ده تعليم ولا بتاع مطر وكان بس ده ما اكيدش انا خدته هو جالي من محل ظرف صغير كده بس كان بصراحه عبقري جعفري يعني وقتها كان عبقري جدا. فبعت جواب مشكورا فوعدت في الحقيقه ان هو هيتم تكريم كل الناس اللي هيتكرموا في المسابقات اللي بعد كده وفعلا حصل ده لان الحقيقه فزت بكذا جايزه بعدها فتم هذا التكريم. حضرت انا المنظر على الدكتور هشام عزم مشكورا بان احنا ضروري ان احنا نهتم بشعرائنا او ادبائنا او بالفائزين عموما بجوائز المجلس الاعلى للثقافه. بعض هذه الجوائز وصل الى القيمه الماديه بتاعه ما يساوي التفوق وما تخطى جائزه الدوله التشجيعيه. ويعني ما نطولش عليكم ان الجوائز بتلعب دور مهم جدا في المجلس الاعلى للثقافه الان لان هي بتغطي نقص في جوائز في عدد جوائز الدوله خاصه في التفوق والتشجيعيه. فجائزه زي نجيب محفوظ، جائزه زي يوسف مقيس، جائزه زي كامل كيلاني، جوائز زي جوائز الشعر الموجوده وبعض الجوائز الاخرى بتغطي جزء مهم جدا من عدد الجوائز اللي المفترض تبقى في جائزه الدوله. ومعالي الوزير في الحقيقه الدكتور هشام في لجنه ان شاء الله يعني بتنعقد بصفه قديمه على اساس ان احنا بنحاول المجلس الاعلى للثقافه نغطي فكره النقص في عدد الجوائز اللي موجوده في جوائز الدوله وخاصه التفوق. جائزه التفوق هي من اكثر الجوائز اللي عددا شريحه كبيره جدا بقى في سن محدد من التشجيعيه. الناس اللي هي دلوقتي من فوق 40 لغايه 60 عدد كبير جدا بنحاول نغطي النقص ده بجوائز كبيره سواء يعني ممكن ما تكونش يعني ماديا تكون كبيره قوي زي بعض الجوائز اللي موجوده في بعض الدول مش واقفين احنا عند الحته دي انما هيبقى في جوائز
برضك مسابقات تصل الى درجه جائزه الدوله في التفوق في القمه الماديه وفي اعتبارات ثانيه. مفيش عندي كلام ثاني غيره انا بأكد شكري للجنه الشعر والمجلس الاعلى للثقافه ورئيس الشعر السويدة واشكركم جميعا على هذا المجهود الكبير وانا سعيد جدا بالمحضر ده وهو اليوم المفروض بقى تشيل مجموعه مهمه جدا من الشعراء وان شاء الله المجلس الاعلى للثقافه هيظبط. الطلب بقى الاخير مني انا الاستاذ احمد سويدة وايضا بيت الشعر المصري ومعنا الاستاذ سماح عبدالله ان الكتب اللي صدرت من النصوص في الكتاب الاول شعر لابد ان هي تحتفى بها وتتناقش في لجنه الشعر وفي القصه في لجنه القصه الاستاذه هدى وفي روايه السلم وهكذا. في الحاله دي في حاله من التكامل ما بين رجال مجلس الاعلى للثقافه وما بين الادوات التنفيذيه الثانيه سواء كانت مسابقه او سواء كانت ناشئه. اللجنه بتشتغل وفي زراعين تانيين ممكن لما يشتغلوا معاها يبقى الصوره ان شاء الله تبقى مختلفه. يبقى في لجنه بتقترح وبتقول وفي ادارات ثانيه بتنفذ زي الاداره العامه للشعر والرجال والاستاذ وائل كسير والاداره العامه للمسابقات زي الاستاذ رجب الصاوي زائد الناشئ الاستاذ امان سليمان زائد الكتاب الاول الاستاذ احمد جعفر والاستاذ علما. اعتقد ان لما كله يتكامل مع بعض الصوره هتبقى افضل واحسن باذن الله. شكرا جزيلا. هي انا بحيي باسمكم جميعا صديقي الاستاذ محمد ناصر على هذه المقترحات وهي بيسهل لنا كل حاجه لانه شايف راجل مثقف وشاعر وكاتب مسرحي واديب وفنان فهو حاسس بكل يعني الصعوبات التي يمكن ان تواجهها. لم اعرض عليه موضوعا الا واخذ فيه قرار. انا احييه احييكم جميعا واشكره على هذه المبادره الجميله وسوف نفعل ما استطعنا لتنفيذ ما يقال باذن الله. اشكره جدا جدا. نكرر الشكر للشاعر الكبير الاستاذ احمد سويلم والاستاذ محمد عبد الحافظ ناصر رئيس الاداره المركزيه للشعر واللجان الثقافيه. في مسابقه ديوان شعر العاميه فاز كل منهم الاستاذ الشاعر علي محمد ابو الملك. الاستاذه الشاعره منى رؤوف محمد رمضان. الاستاذ الشاعر احمد مجدي احمد ابو حصين. والان نلتقي مع كلمه رئيس تحكيم شعر العاميه الشاعر الكبير الاستاذ مسعود شومان فليتفضل. مساء الخير. يعني عايز اولا اعترف اعتراف ان انت كنتش رئيس اللجنه ما اعرفش يعني وطبعا فكره انهم يمنعوني ان تكون لجنه لم يكن لها رئيس وانما بدايه اتقدم بالشكر الجزيل للجنه الشعب ورئيسها الشعب الكبير الاستاذ احمد سويلم ولاعضاء لجان التحكيم الذين كانوا على قدر عال من الموضوعيه قراءه وفحصا. والتهنئه للشعراء الفائزين واظن ان كل فائز يستحق المركز الاول. لكنها بعض التفاصيل الصغيره التي امتاز بها شاعر عام اخر ولان قطره من الدم تكفي لمعرفه الفصيل فان هذه الاطلاله تاتي محاوله للتعرف على بعض سمات التلوين الفائزه التي امتاز كل واحد منها بسمات جعلته يحتل المكان اللائق في المسابقه. انا دائما احب ابدا بجمله اثيره جدا تقال عن الفنون الملحونه وغير المعارضه والتي ظلمت ظلما بينا على مستوى الدرس النقدي وعلى حتى مستوى الورود
يقول صفي الدين الحلي في كتاب العاطل الحالي والمرخص الغالي عن العامية: حلال الإعراب بها حرام، وصحة اللفظ بها سقام، يزداد حسنها إذا زادت خلاعة، وتضعف صنعتها إذا رجع من النحو صناعة، فهي أن المرتفع وسهل المنتهي. هبدأ بديوان الشعر علي أبو المجد الذي يطرح مجموعة من الإشكاليات بداية من عنوان رأس مدير المعنى، ويثير قضايا التماس والاستفهام والتوصيف خاصة مع والد الشعراء الشاعر الكبير فؤاد حداد في ديوان رأس ومعنى. ديوان علي اسمه ايه؟ رأس مدير المعنى. بينما ديوان الشاعر الكبير فؤاد حداد رأس ومعنى هو الديوان الذي يشتمل على مجموعة من الرقصات التي يجرب من خلالها الإيقاعات المتنوعة في التحامها بعناصر التراث والمنصور الشعبي. والشاعر هنا يقدم اعترافا واضحا لا بأس فيه حين يكتب عنوانا فرعيا للديوان: أرنب جديد من قبعة فؤاد حداد. وهو اعتراف يشير إلى دلالتين: منهما أننا أمام ساحر شعري ما تزال القبعة قادرة على طرح الشعر، وما زال تلاميذ فؤاد حداد يقدرون تجربته ويعترفون بذلك ويجعلون منها مصدرا سرا لاستلهامتهم. وحين يقول أرنب فإنما يشير إلى قصيدة رأسة الدب: طلعت أدب زلت أدب طالع نازل أسلم أرتب أدب أرنب أرنب إلى آخر طبعا القصيدة العظيمة بتاعت عمنا فؤاد حداد. إن علي أبو المجد في هذا الديوان يعتمد اعتمادا رئيسا على إيقاعات المواد بتكنيسه المخاتم موسيقيا، معتمدا على رفع الارتطام الصوتي بداية من التصدير الذي يقول فيه: دور البطولة خلاص ما عادش لايق عليك، ولا في يوم لقيت له شجوني من تحت منه لقتله قلتها وجئت داري أثر معنى الزمان من قفاك يا بنت واقف هناك في آخر المشهد أشهد فإنك فريد بس بهواك مبتلي لو هي استناك. هكذا يترنم بإيقاعات الموال في عدد من قصائد الديوان، ونتسمع الإيقاعات البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل في قصيدة البوصلة: بان يا قمر اظهر علينا وبان، سيبني في الضلمة وقلبي جبان، سيبني في الضلمة وانا وحداني، وحبيبي ابعد من اللي هو التاني، ابعد من البحر اللي كان في عيون، ابعد من الحجر اللي مسكه النبي، يا بخت من كف النبي مسكه، ازاي يا شمس الليل ليلة دي تغربي، كنت سرقت تشدني من مسكه، مسكه اللي فايح والهواء طيره، اهل الهجوم الماليه يتعطروا. هكذا سنجد علي المجد يغزل من البسيط صوره الشعريه دون ان يسكت في فخ اصطياد الحكمه المريده في رباط الموال، لكنه يصيد الشعر متسلحا بثقافه موسيقيه ومعرفه بقوانين الشعر الذي يفرقه بصيده السمين. وعلى نفس الدقائق والايقاعات البسيط نجد الشعر في الغياب ومحاولات التحرر من قبح الواقع عبر الصوره عبر رسم الصوره واستدعاء الموسيقى في قياسات تكاد تكون ثابته. طبعا انا احاول اجري كده عشان ايه؟ عشان الوقت. الحقيقه انه قصائد علي أبو المجد لا تصنع خطيره مع تراث الاباء والاجداد، لكنها تصنع مجرى خاصا. لكن لي مجموعه من الملاحظات السريعه انه يحتاج علي أبو المجد مع كل ديوان، وانا تقريبا قرأت معظم دواوينه، يحتاج مع كل ديوان ان يفرقه ليخرج من اثر طرائقه الصوتيه والعاب المواليه وتوشياته التي يطرزها معتمدا اليات اللعب وقدراتها على صيد المفرحات. فالرغم تميز صوته الا انه يحتاج للتكريم في جغرافيا جديده بعيدا عن ابار الاباء بعد ان تمدت ادواته وصوته المتميز. الديوان الثاني منى رؤوف في ديوان الرمادي صريح تبدا من الذاتي، وهنا يتجلى هذا الملمح بدايه من اهدائها الديوان لابيها تنميه حظها، حيث ترصد التفاصيل الدقيقه للعوالم النفسيه لعدد من النماذج الانسانيه معلنه عن رؤيه الوجود وتناقضاته. فحين نقرا قصيدتها
بيبص على عالم مفتحة المفتاح صنارة الرياح الضوئية تشكله عالم بين النور والظلمة، الصمت والدوشة، الحزن والفرح، البراح والدين. العالم يتشكل بين قطبين تصيد الشعر من التفاصيل بينهما. بتبص على عالم مفتحة المفتاح زي اللي زاهر في الحياة والنور وبيكتفي بالظلمة جوه الأوضة والدوشة في الطلوع وبقايا أصوات اللي ماتوا جوه راسك. أنا كنت أصغر بس حزن كبير شايفاك بتزرع عمرها بسنين عيال. سنجد قوة صغيرة لكنها ترى العالم من العالم الذي يتسع للشعر والشعر يتوالد عبر الصورة والإيقاع فتتخلق الدنيا المتماسكة معلنة عن ميلاد الشعر ومن قصيدة أخرى يتجذر التكسيف الشعري الذي يغلب عليه الشجن والحزن الشفيف الذي تصيبه في قوافل رائقة لا تصح المباشرة. نفض كتاب التجربة من آثار الليل مش كل كتف بيمر شرف شلتة كبش الطغيان من كفها تكليك أختك وأخوك راح يعتبروا بلتة إلى آخر طبعا. إيقاع موالي كما رأينا في القصيدة السابقة ومن الإيقاع الموالي إلى إيقاعات متنوعة بتعكس قدرة الشاعر على الإمساك بالتعدد على مستوى الصورة والسرد مما يؤكد موهبة الشعر. أما الشعر الذي فاز بالمركز الثالث هو الشاعر أحمد مجدي في ديوانه الفن بسبعة أرواح فيقدم إشارات أولية إلى انفتاح دلالة الفن وقدراته الجلالية المتعددة حيث يقدم أبنية لمجموعة من العوالم التي تمتح من عالم السينما ومتأكد عن عيون قصائد عالم سينمائي حرفيش سامي أكسيد الريحان وأرض النفاق مهندس الضحك شغلتك عن مدفع إيه تذكرة أتوبيس قديمة تثبت إني باخد الدور المهمش هو نفس العرض اصلا والسعاده معادي اخرج من الجلوس لسه فرط الامن واقف يعترضني والطاقه حسستني انه تاني كابوس. هكذا يرسم محمد مجدي عوالم من دنيا الافلام وتاريخ السينما وشخصياتها لن ينقلها لنا نقلا باهتا لكنه يبني من خلال هذه القصائد الرواه شعرا وما يتجلى في الصوره الملتقطه بذكاء عبر ابنيه تتسم بالتماسك وإن فرقت السائد من زياحات جمالية تشير إلى شاعر يعي دلالته الشعر. عموما التجارب الثلاثة تؤكد على التنوع السليم والتميز كما تؤكد أن الشعر لا يكمن في شكل محدد سلفا فهو بمثابة تيار كهربائي يمر عبر سلك غليظ لكنه فجأة يغمرنا بالنور. أشكر حضراتكم جدا. شكرا للشاعر الكبير الاستاذ مسعود شومان. وفي مسابقه ديوان شعر الفصحى فاز كل من الاستاذ الشاعر احمد جمال مدني الاستاذ الشاعر عمرو احمد حسن البطل والاستاذه الشاعره ياسمين صلاح عبد الرحيم وأدعو الصديق الشاعر الكبير الأستاذ أمال غزالي يتحدث عن آراء التحكيم في هذه الدواوين الثلاثة فليتفضل. مساء الخير. الحقيقه مهمه التحكيم عمليه شائكه جدا وبالنسبه لي يعني على وجه التحديد فانا طول الوقت واثناء قراءه الاعمال بتقمص روح المبدع وبحس ان في موقف يعني بحس بيه بحس بجهده بحس برغبته في التميز بتمتدني الحيره كثيرا لدرجه انه تناقشت مع اعضاء اللجنه محاولة تكريم ثلاث اعمال اخرى في شهر الفصحى كانت قريبه جدا جدا من الفوز
او على الاقل بتنافس الشعراء الثلاثه الفائزين، ولكن وجدنا الامر صعب جدا. علشان كده كمان بشوف انه بعض الشعراء يعني يتحفظ على ذكر اسمه اذا لم يفز او ذكر عمله المقدم. علشان كده برضه مش هقدر اقول اسماء هذه الاعمال، ولكن اصحاب هذه الاعمال هيكون لهم نصيب في دعوه لجنه الشعر اليوم للمشاركه في الامسيات وفي دعمهم في اعمالهم دي. وده اللي عايز اقوله انه فوز الشاعر بالجائزه ليس هو المعيار الوحيد بعد ذلك في مسيرته الشعريه على ما سيفعله. اجتهاده بعد الفوز بالجائزه حفاظه على مشواره، حفاظه على تقدم منجزه الابداعي والا يتجمد عند مرحله معينه، هو ده اللي هيكون يؤكد حضوره او لا يؤكده. ومن الممكن جدا الاعمال غير الفائزه ان تنشر وتحقق حضورا في الحياه الثقافيه اكثر من بعض الاعمال الفائزه اذا كان الشاعر مؤمنا ومقيم بتجربته ويعمل عليها باستمرار بدون توقف، وهو يعني يستطيع ببصيره يتميز بها المبدع الحقيقي انه يبقى عارف موقفه بين شعراء جيله. بالنسبه للاعمال الفائزه طبعا احب انوه على انه الاعمال الفائزه اختلفت في الشكل الشعري وتنوعت ايضا. يعني مثلا لدينا ديوان قبعة المهرج الفائز بالمركز الاول، هو ديوان على الرغم انه يجمع بين الشعر البيتي والتفعيل الا انه ديوان حداثي في لغته وفي طريقه بنائه للقصيده بشكل كبير، وايضا الصوره الشعريه اجمالا ديوان قبعة المهرج يتميز بالاحكام وخصوصيه الصوت، وليس من السهل على القارئ المتخصص انه يحدد التقاطعات بينه وبين شعراء اخرين مما يؤكد خصوصيه صوت الشاعر. الديوان الفائز بالمركز الثاني ديوان متون مؤقته، ديوان تفعيلي شديد التميز. اكثر ما لفت نظري في بنائه هو تميز صوت الشاعر بالباطن الفلسفي والتأملي بشكل كبير جدا. لدينا ديوان سبعة أقوال لحق واحد للشاعرة الفائزة بالمركز الثالث، هذا الديوان ديوان مبشر للغاية، ديوان قصيدة نثر من يتميز بنضج كبير يدل على متابعة الشاعرة لتجربة قصيدة النثر المصرية وربما العربية أيضا واستطاعتها أن تقدم مجموعة شعرية ناضجة في هذا النوع. أهنئ شعراء الفائزين وأؤكد مرة أخرى إنه الجائزة قد تكون خادعة للشاعر إذا لم يعمل باستمرار على تجربته وتميزه. شكرا. شكرا للشاعر الكبير الاستاذ عماد غزالي، والان حانت لحظه التكريم. الفائز الاول في شعر المسار الاستاذ احمد جمال مدني فريق الخضر. الفائز الثاني في شعر القصبة الأستاذ
الاستاذ عمرو احمد حسن البطل. الفائزة الثالثة أستاذة الشاعرة الشاعرة ياسمين صلاح عبد الرحيم. وفي شعر العامية الأستاذ الشاعر علي محمد أبو الهادي. الشاعرة الأستاذة منى يعقوب محمد رمضان. والفائز بالمركز الثالث في شعر العامية الشاعر الأستاذ أحمد مجدي أحمد أبو حسين. في اي حد يستلم؟ لا لو حد عارفه. لو حد عارفه معلش. ليه معزلين انا؟ لا. تعرفه؟ لا. المرة الجاية. والله عايز ياخد حاجة وبس. المرة الجاية. تبقى عند الأستاذ هدى عبد الدايم ويجي فيستلم. كل ما يستلميها أنت. طيب. على فكرة الأمين العام مسافر في لندن. بيمثل مصر في حاجة اسمها الدبلوماسية الثقافية. ودكتورة نيفين ايضا مسافرة ايضا في العراق فيعني هنستكمل بس حاجات شاهدناها كلها من شكرا محمد على شكرا جزيلا شكرا 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 على اي حد طب يلا والآن نبدأ بقاع الرمزية الشعرية لشعراء الستة الفائزين ونبدأها بالشاعر الأستاذ أحمد جمال مدني ويعمل رئيس تحرير برنامج عالم الفنون في إذاعة الصين الدولية ومخرج شريط الصوت لأعمال الدبلجة بقناة CGTN العربية. أصدرت دائرة الصحافة والإعلام حكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ديوانه الأول قادم من أقاصي الحنين ضمن إصدارات سلسلة إبداعات عربية 2017 وأصدرت دار فهرس للنشر والتوزيع ديوانه الثاني يمامة أغفت على غرب الصياد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 وشارك في نهائيات مسابقة أمير الشعراء في موسمه السابع والثامن في موسميه السابع والثامن في أبو ظبي دولة الإمارات العربية المتحدة وحصل على جائزة الشعر العربي في ملتقى الشباب العربي في الكويت بتحكيم مؤسسة عبد العزيز سعود البطين الثقافية الكويتية 2017 وحصل على جائزة إبداع في مواسمها الثاني والثالث والرابع في شعر الفصحى كما حصل على جائزة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم للشعر الصوفي هذا العام 2022 إذن فلنستمع إلى الشاعر أحمد جمال مدني في 10 دقائق فقط هي الفرصة. السلام عليكم. قرية ضاع صوتها على الأرض والأشجار تسحب ظلها بكى حجر يوما وبلل رملها وحدثني عن قرية ضاع صوتها
وغربانها حطت على الرسم رحمها، وهامت صقور فوق برج حمامها، وأعطت لدلال المدينة نخلها، ومن يومها المزمار لا يضرب الخيول، والوتر المشدود حل وحلها. فلا قائل الموال أخفى شجونه، ولا الفارس المغوار أوقف نصلها. ترحل عن الأرض التي لا ترى بها سوى الليل يغشى، فالضباب استحلها. فلا ذلك المكيال يعرف كيلها، ولا ذلك الميزان يعدل ميلها. وما شفتها إلا تناقض نفسها، تبارك أغرابا وتلعب نسلها. وما شفتها إلا تناقض نفسها، تبارك أغرابا وتلعب نسلها. وكان عيال النجع لما تحضرت من الجبل العالي يريدون حملها، وفي جهة أخرى تزيد من الأسى، فكيف لأم أن تجافي طفلها؟ تلالت نجوم الليل عرابها خبا، ومن غيرهم في سكة التيه دلها. فقير ومجذوب غني وتاجر بكاها، حكى عنها شراها أذلها. ومن يومها المزمار فقير ومجذوب غني وتاجر بكاها، حكى عنها شراها أذلها. ومن يومها لم تحمل الماء جرة، وأكثرها في الناس صار أقلها. وكانت إذا حلت ضفائرها جرى إلى شعرها ماء البحيرة قبلها. وكانت إذا حلت ضفائرها جرى إلى شعرها ماء البحيرة قبلها. سمعت من الصفصاف أن حمامة على غصنها حطت لتؤنس ليلها، ولما طواها الليل تحت جناحه تمايل صياد وحاول قتلها. فقلت القرى ضاقت وولى طريقها، فهذا طغى فيها وذاك استغلها. وربي مزاميري بعيدا عن القرى، فمنذ متى الصمار يطرب أهلها. قدمي بوصلتي، نعم لم تزل قدمي كالعصا عندما أتكئ على حائط الزمن المهترئ. لم تزل تحمل الجسم وهو المعبأ بالسنوات، وتسعى به تتهادى كمهر إذا خف مني الجسد، وعند هبوب رياح انكسار تطمئنني وهي تثبت في الأرض مثل الودد. لم تخن مشتهاي ولا غايتي، أنتهي وحدها تبتدئ. نعم قدمي تعرف الطرقات، وتعرف أي الجهات التي نقشت من حنيني ندوبي. أراها كبوصلة لا تحرك إبرتها للشمال لتسحبني للجنوب. تخاصمني حين أنسى حبيبي، وتدفعني نحوه عندما نلتقي في الدروب. وعارفة بالطريق الطويل وبالأرض حبلى ربت تحت هذا النخيل، تساعدني في مسير الذميل دليلي، دليلي وخارطتي خطوها الكبرياء. تحس بنبض الحياة على الأرض لما روتها السماء، وتكره رائحة الموت فيها إذا لطختها الدماء. نعم قدمي تحفظ الأصدقاء وتمشي على رسلها حين نحكي، وتفهم حزني وتبكي معي حين أبكي. أنادي أبي في الصباح لكي أغمر الوجه في صدره، تسير بلا جسدي في المساء إلى قبره. نعم قدمي تحضن الشوك في الدرب صعبا، وفي الوقت حربا، وفي الحزن والفرح المحتمل. ولما تزل تتقن الرقص في الصمت والرقد هو الأجل. قصيدة أخيرة. الشبح الطيب،
إهداء إلى أجير قريتنا الغريب الذي مات غرقا. شبح في قاع نهر سكب ومات، شبح في قاع نهر سكب ومات، شبح لا يشبه أشباح الدنيا، لا يشبه أشباح الأموات. كان سريع الخطوة يكنس أرض الشارع كالريح، ويظهر للعين ويحتجب. شبح لا يشبه أشباح الدنيا، ولأهل الخطوة ينتسب. جفف جبهته من حر الشمس، ولوح بالمنجل واقتص البرسيم العالي. كان أجيرا يطعم أبقار الناس، ويزرع أرض الناس ويحصدها، ويغني الموال ببال صاف، ويبالي كل الناس وليس يبالي. الخير يلاحقه والطير وأغصان الكافور وكل كلاب القرية والماشية وتهليل الأطفال. العم الطيب جاء، العم الطيب جاء. كان فقيرا لكن الحلوى لا تخلو من جيب الجلباب. يوزعها ويقص عليهم قصته ويقول أنا جئت وجاءت هذه القرية من بعدي. أذكر أني كنت على عرش حجري أجلس وحدي، حدثت الطير وحدثني الماء، وكنت أشد الشمس كأني أمسكها بحبالي. أهدى النيل اللون لعيني، وعهدا بلقاء حين تضيق الدنيا في عيني وخيالي. تذكرني في خاطرها الفاس وينساني الناس، تذكرني في خاطرها الفاس وينساني الناس، ويغرس حبي فكرته في بالي. كان يسميه الناس الطيب صاحب وحدته، فوحيدا عاش، وحيدا سيموت، ومن يبكيه ومن يمشي خلف جنازته. ذات صباح عادي سيدتان تقولان لقد مات الطيب غرقانا في النيل، وفي نفس الوقت انسلت من بين الصمت جنازته. لم يمش وراء النعش سوى شجر وطيور وكلاب نائحة وصغار باكين، وكانت تسقط من نعش الطيب فوق رؤوسهم الحب. شكرا للشاعر الاستاذ احمد جمال مدني. وجاءنا خبر من العلاقات العامه بالمجلس الاعلى للثقافه ان هناك كوفيه شاي في القاعه العامه، ولكن بعد المد نتمنى ان يكون في كوفيه ونلتقي الان مع الشاعر الفائز بالمركز الاول في شعر العاميه، الشاعر الاستاذ علي محمد ابو المجد. صدر من شاعر علي محمد ابو المجد الديوان هيكل سليمان عن الهيئه المصريه العامه للكتاب 2017، وديوان باب علي صدر عن دار نهر النيل للنشر 2019، وديوان ربابة نقصة ودر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2020، ونور تحت الطابع ديوان رأس من غير معنى وسلمى وآلهة كبد. وحصل على جائزة أخبار الأدب 2016 مركز ثاني، وجائزة ربيع مفتاح 2017 مركز أول، وجائزة أحمد فؤاد نجم 2018 في القائمة القصيرة، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان بيت غمر المسرحي 2020، وجائزة أفضل تأليف غنائي بمهرجان جامعة الزقازيق المسرحي للمحترفين أعوام 2007 و9 و10 و13 و20 وحصل بعض إجابة التسعزيمة بتاعتنا. لا 10 دقايق. الوقت ده مش وقتك، ما تشيلش فوق طاقتك،
غير الصداع ايه راح تجيب مطرقتك؟ ممكن في ليلة زايدة عندي جمال من بعد ما تقصد غطار الأم وبخبرة تعمل منها غيمة تجيلك الأحلام رقعة قصاد الخيمة، لكن عليك ولحد ما فرجينيا تتعلم لغة زقزقتك إنك تخش لوحدك السيمة، تدخل لوحدك سيمة أحزانك ما تخافش ضمتها ولا تزهقش من تكرار درامتها القديمة. خليك كده يا قلبي فانتورك واغزل على نولك شلام خضرة لعنيك إذا راحت معاك الحضرة، والإيدك اللي جمع ورد وبطرة والروحك اللي جايبة آخر السدرة والعقلك اللي ديته تلقيمة. خلي كاسات الشاي تدوق سقسقتك وانت بتتفرج على العالم بعين والهان، مش فارقه لو حبك حبيبك ولا كان بيك بيتسلى، كل اللي يفرق وي عاشق زيك ما بين ليالي كبرياء ومزلة انه يضيف للدنيا لقطه عظيمه تخلد القيمه وبخفه تجري على الحجر وتقول له من بعد غيبه يا حجر نطقتك. بصر بان يا قمر اظهر علينا وبان، سايبني في الضلمه وقلبي جبان، سايبني في الضلمه وانا وحداني وحبيبي ابعد من اللي له وداني، ابعد من البحر اللي كان فرعون، ابعد من الحجر اللي مسكه النبي، يا بخت من كف النبي مسكه. ازاي يا شمس الليله دي تغربي كنت صبرت تشمي من مسكه، مسكه اللي فايح والهوى مطيره، قال للهدوم الباليه يتعطره، قال للعيال الشقيانين ترتاح، وانا اللي واقف لسه مستني على الارض بزحف والحبيب جناح، فوق السحاب طربيه بعيد عني، ابعد من البحر اللي كان فرعون، ابعد من الحجر اللي مسكه النبي، يا بخت من كف النبي مسكه. حبيبي في هوليود وافلامها، حبيبي في لندن وجيبها الكثيف، مهما يشيلني مشاله خفيف، مهما هيروي الخد بالحادق، مهما يقول عتاب على معيره، مهما كذب برضه الحبيب صادق، اصدق من الموت اللي بيعيط على اللي سابت غيرها بيخيط، طوب الضنا والمحزنه دايره، كل الدموع غاليه على اصحابها، كل الجراح للي انجرح دايره، كل اللي بره قال يا شر بعيد. ابعد من البحر اللي كان فرعون، ابعد من الحجر اللي مسكه النبي، يا بخت من كف النبي مسكه. كل اللي جارح قال سلاح شريف اشرف من الدمعه اللي للنسيان، وانت القمر مش راضي لسه تبان، سايبني في الضلمه وانا سهران، عيني بتعمل باب بيتوارب، ابكي فاشوفها بتتقلب قارب، وكل من عايز يدعي الحكمه خزقها قبل ايديه ما تقتلني، من غير ما حتى اسال ولا يطمني، سابني في حيرتي لليالي وراح، على الارض بزحف والحبيب جناح، فوق السحاب طار بيه بعيد عني. حبيبي في مدريد وقف جنه على جيتار لامبو عمل مداح، حبيبي في باريس بيتمنى فوق بونديزار وبيحذف المفتاح، حبيبي في برلين وفي موسكو وفوق حصون روما غلب حنه، حبيبي راكب على الجليد رنه بيفرح الاطفال باعضائي، مين اللي شمت فيا اعدائي خلى العوازل لاموا وتشفوا، دم اللسان لو للحبيب حنه هفرح واقول دمي لمس كفه، واعمل دراعي دم اللسان لو للحبيب حنه هفرح واقول دمي لمس كفه، واعمل دراعي غصن فيه بينام
عظمي خطب لرجوله يتدفوا، من امتى كان اهل الهوى بكلام، من امتى شربوا المر واستكفوا، وانت القمر شاهد على سري، ضيق ما بينا حبلنا السري، يا ما ضحكت لنا ضحكت علينا، زي الهزار اللي بيقلب جد، زي الليالي اللي بتلعب بينا، تاخدنا من بعضينا تاني لبعض، تاخدنا من روحنا وترمينا ابعد من البحر اللي كان فرعون، ابعد من الحجر اللي مسكه النبي، يا بخت من كف النبي مسكه. صداع برجل فوق رجل يا دنيا قابلتك، كأني صاحي ولسه ما انقتلتش، ولسه عيني ما صهاش العمى، كأني سفاح شيكاغو زائع الصيت، بدم بارد وسكينة تلمى، سكرتلك وابتديت في جس عشبك اللي على دلتا سقالك لما، يا مكرمة بالفرنك والترقيم، أنا الرقيم اللي جالك من العصور الوسطى وجاب من الكهوف أنياب أسود سارعها زمان في الحروب المسلمة، قوليلي دلوقت بعد العمر ما بان إزاي أسود في الفضاء التكنولوجي، عالفيس ناديت والإنستا والواتساب، ردوا يا أحباب على الصف المتيم، خلوا هدير الدموع يعتق وداني، من فين مجال الصداع جتني الأغاني، من فين ما جتني الأغاني جاني صداع، أنسى وداع القمر جوه المخيم، وأبدأ صراع بين مشاعري والإيموجي، كان ينتهي لما شاشات عيني تطفي ويسيل على خد شلالات يجرى، أرقص معاك في خيالي والمسك تختفي كأنك ما كنتيش من أساسه، أبكي عليك في خيالي أهمسك تعطفي كأنك حقيقة مش خيالي، أبرم شناب ضحكتي من غير فيكرة، أطلع لسابع سما، أتزل، أنزل كأني يا دنيا سهم في بورصة نيويورك، أعمل بآخر فيليكس رياكت ضاحك، وأدخل كهوف الجراح المؤلمة، وبكبرياء جندي مهزوم بطه خلصت، تلف ساقي على ساقي فأقول لك، برجل فوق رجل يا دنيا قابلتك، كأني صاحي ولسه ما نكدش، ولسه عيني والآن نلتقي مع الفائز الثاني في مسابقة شعر الفصحى الأستاذ الشاعر عمرو البطرة، وهو من مواليد الأول من أكتوبر 1989، وصدر له ديوان اتركوا شعرا يمارس موته عن المجلس الأعلى للثقافة هذا العام 2022، وحصل على المركز الأول بمسابقة القصص القصيرة قصص على الهوى المقدمة من مجلة العرب الكويتية وإذاعة مون كارلو الدولية في أغسطس 2022، نشر له العديد من النصوص الشعرية والقصصية والمقالات الفكرية في المجلات والدوريات الثقافية الورقية والإلكترونية داخل مصر وخارجها، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة وحاصل على درجة الماجستير في القانون ويعمل رئيس محكمة بالقضاء المصري، فليتفضل الأستاذ عمرو البطرة. خراب المقدس على عتبة الأرض تخشى الملائكة الخوف، تلتف سيطانها بارتباك فتمتد خالبة بالنفير وتخبو بلا أثر في الفراغ، وفي الأرض ثم الخراب المقدس، ثم بئام تحيط بهامتها هالة من بعوض، وثم خفافيش لا تتحمل ثقل الهواء، وأطفال مؤنسة يحضرون بموت ويخشون، يحملون خطيئتهم كإله، وثم غراب على الأيك ينعق بالأغنية إلى الأرض، بؤ بعين السماء تمط الملائكة أعناقها في خشوع،
تميق أحداقها من سطوع السوائل وتحلم بالموت والمعصية. موعظة الظل إلى بذرة في يديك، إلى غيمة فوق حقلك صلبي، إلى رحم تملأ الأرض قمحا، تغزل بعين غزالك لا بالسواد العقيقي لكن بأبيضها الهامشي، وكن فوق خبز المساكين ملحا. طأ الأرض هونا فثم قبائل نمل تنام، ولا تنظرن لأعلى فثمة آلهة تتحمل بالشمس فوق الغمام، وراءك ذاكرة من رماد وأشباح أبخرة في الأمام، فحطت بكفيك كفاك كل الوجود ونصف النبوة نصف الظلام. وقلب زحام الشوارع سيدة أربعينية لا تكاد ترى، خلقت من حبوب اللقاح وماء الأسرة، في وجهها ترسم الشمس خارطة من بثور، وفي شفتيها نثارات كلس وهمهمة من خرس، وكل مساء تهجج من مقلتيها خلية نحل، وتزفر لا تسترد النفس، فكن أنت فارسها والفرس، وكن أنت قاتلها والقتيل وعكازها المنغرس، ودع الأميرات أبرجهن تصبصر فيها الرياح وينمو العسس. بعث أخير. الهواء الذي كان يوما يمرجح قلبك ما زال يرفع ثوب الصبية، ما زال يخبش وجه الصبي ويعبث بالتوت فوق الشجر. الهواء الذي كان يرتق كل المسافات، يكسر سلسلة الوقت، يقفز خلف المدى، فالهواء غد طازج حاضر لا حضور. هو الطفل لم يتعلم تقمص شخصية الميت، أي ينتظر. والهلال كما هو منعطف، كما عقدنا الحبال أناشيطة ثم قذفنا بها علها تتعلق فيه وتنشلنا لبلاد القمر. وعلى ملعب الحي ما زال غيم يطل قبيل تلاشيه نحو الصغار. أتذكر محمود صاحبنا في سن الابتدائي، كان قصيرا نحيفا وفي وجنتيه بثور وفي مقلتيه سطور، وكان يحب الكرة. لم تمر على ملعب الحي في مرة دون أن يبصر. كان محمود يخطف من شفة الأرض خطواته حين جاءته شاحنة ركلته لأعلى إلى رحم الغيمة المقدرة. لم يمت يومها، نحن من مات، فالموت معرفة الموت، والموت جذر الفضيحة والثمرة. حين يبدو نكبرها بالأفف ونحشر الثقوب على قشرة الكون، خفنا المرور على ملعب الحي من يومها واحترفنا الأكاذيب. ما هذه غير إحدى مقالبه يا رفاق، فمحمود ما زال في ملعب الحي، ما زال في قدمه الكرة. الهواء الذي كان يوما يمرجح قلبك ما زال يطر القلوب كما كان، لكن ما بين ضلعيك ما عاد قلبا ولا بقيت خفقة عادرة. مقطوعة جنازية.
تفتتح الشمس غسلك اليوم يا جثة قد صحت من النوم، ولدت في بادئ الزمان فتى مدرجا بالنجوم والحلم، وفي يديك الوجود مجتمع وبين ضلعيك غابة الكرم، فكيف تبى الخواء بات مسار واعتنقت التراب يا نجمي، نسيت عند اتصاف دربك من أنت، وذاب الوجود في الوهم وسرت بالأفعوان ملتحفا فلا ترى غاية لها ترمي، إن مس شيء يديك صار رمادا وذرته الرياح في اليم، فكيف ما زالت فيك أغنية تغلغلت في الدماء واللحم. شكرا للشاعر الاستاذ عمرو القطع، والان نلتقي مع الجائزه بالجائزه الثانيه في شعر العاميه الشاعره الاستاذه منى رؤوف محمد، حصلت على بكالوريوس التجاره من جامعه المنصوره عام 2017، وهي شاعره وكاتبه وعضو نادي ادب دمنهور، وصدر لها الروح مش نور ملاك ديوان العاميه المصريه عام 2022، وبقايا من لونها النبيتي ديوان العاميه المصريه 2020، ورقصه شغف للموت ديوان العاميه المصريه 2018، ولها تحت الطبع روح تسكنها الطيور ديوان الفصحى، وهديه شمس مجموعه قصصيه للاطفال. فلنستمع الى الشاعره منى رؤوف. قلب الملك كان شاذ زي ما تسمع طبلة بلدي بسيمفونيه ديفالدي، والحب عنده مجاز لحاجات كتير جدا، كانوا الغواني سياد بيتحكموا في بكره، جسمهم مينا للمتعه والامتعه للصق والسلطه، كانت البلد مصباح لكن بدون شعلة، والآلهة شغلة كل الطرق بالخمر، ومودعين الفجر قهرا على النسوان، وبنوروا العمدان برؤوس رجايلهم، وبيصرفوا الشفقة في بطايق التموين. الأولية هجبة من نور ضرايحهم من كتر ضوء الذنوب في هذه الجولة، كان الانتحار أولى، كان بنت تشبهك أولى اللي رفضتهم، ربطت حزام ناسف على خصرها المغري وترقصت في البهو، رقصة شغف للموت عكس الحقيقة الكامنة في الرقص والمبتغى منفذ، كانت دلع خدعة علشان تنول منهم دفء الدفوف كرابيب وتجلدوا من رقصة. في المشهد الثاني إبليس بيبكي الجوع وعياله بيموتوا، ضيع رصيد الذنوب في صفقة مع إنسي، والوقت بقى عاطل معهوش ثمن غلطه. هامش من المشهد الاول في الساحه ملوك وجنود وشيوخ على ناس العامه وبالحاشيه وعساكر مرهونه بحركه لكن تايهين، توشه وصبات طبل ورغبه وعيون مفتوحه عليها بشوق، ابليس كان مقصب عين فيهم، مدت له ايديها بدون تفكير، وكان القوه اللي جامده هناك كان مستنيه اللحظه دي، ادماج للبنت بطهارتها مع شر الشيطان، كان حل اللغز، رقصت وياه على جثة الكل، على كل كؤوس ورؤوس الذل، رقصوا فوق الاسامي والمنح والزيت، كانت حقيقه مجرده في رغيف ادتها للمساكين العشمانين في الرقص بره السجن، طمعانين في الشوف، سكرانين جوه القصايد خوف كل الحزانه المبتلين بالصمت، شدت حزامها بترتجي مهرب، صوت انفجار روحها كان زي غنوة حب، لمست قلوب الناس وترددت في السماء، قام ربنا خلاها بدل الشمس بتوزع المزيكا والخير والنبيس على الغلابة المقبلين في الأرض. واحد ستي اللي كانت بتلم فرافيق الكلام
وتقول امين من غير ما تستفسر، ولا عمرها شاهدت ولا مره ضاقت بها، وكمنه بيحبها بيقول امين اكتر. بعد ما غابت عليه ما قدرش يتحمل، ستي اللي ماليه البيت من الفجر والنفحات، بتشيل ذنوب الاركان مع كل صبحيه، وبتبطر البسمات في موارد قلتها وتعلمت تدي، هي اللي من كفاها كامل مفيش يكتر. امي اللي شالت قلبها وبتوزعه وسكر النبات على كل صحباتي البنات، ضحكات تجلجل في السماء وكانها بتعيد طفوله قلبها بحكاوي كل البنوتات، فكانت تشيل من سنها اكتر كتير من عمرنا، مع انها عاشت وماتت بنت 16 سنه. بس انت مستعد والدمع متسرسل من غير ما تبكي العين، انا مش هلوم غيرك ياللي انت بتضخ الحنين بتساع حكاويهم، والمغزى مش بالكم، العبره توم بالكيف، فبلاش نبعطر حلمنا في اليم وننتظر من الفل يطرح في الرصيف، اخرك تكون دمعه او صوره مقطوعه تشوي الالبوم، اخرك تكون ولا شيء، الذكريات بالكوم والناس معيش فاضيه، سكه مش لازم يرسمها دوم اتنين، اخترت ايه يعني؟ اخترت اكون وحدي وانسج لروحي ونيس مزيكا مبتهجه، ترقص ارقص غصب عني ارقص رقصه وداع الدمع على حافه الوحده. ثلاثه ظل البيوت ما بقاش بيدفع للامان، الذكريات هي حقائقنا الوحيده في الحياه، العمر هربان مننا وبينعي فينا الابتسام، الاشتياق اصبح سراب من كتر خيبات الامل، ضم من صدرك سراب، الضحكه بتسير العذاب والدمعه سكه للخروج، صاحب طريقي ومخرجي، حتى البكا ما بقاش بيجدي، وجعي اللي ساكن مهجتي مش راضي يفضل بين ضلوعي وينحسر، عمال بيتسرسل حنين، وروح بتهرب مني ليكي ونلتقي، نتوضى من ظل القمر، اغسل ذنوبي كلها تعكس مرايتي وضحكتك فتنور الارض الدفا، لغز الممات ما بقاش في رهبه ومنزله، والكاس بينقص كل يوم شارب جديد، بيدوق فراق، ينزف الم، ويعيش في سجن الحرم، ويعيش في موت. اربعه السر كان للبدر، وقت انفلات صادق، هام بالغنى والبوح، فات المحطه وتاه، والحضره مش لله، الحضره دي للشوق، حاله سجود للروح، حاله خضوع للحب، والرب بيسامح، الدروشه مش فرض، الليل صلاه العاشقين للقرب، والقرب ابعد من السما، حتى السما جايز تقن في يوم لدمع الصادقين، فتوشوش الارض بحنين، وتضم كل الممسوسين بالوهم، ساعتها يمكن نلتقي. خمسه خمسه الرب شاهد منذ بدء الملحمه على اننا متوحدين، الرب غارس شجره الحب المبين جوه القلوب الطيبه، تطرح ونس، تطرح سبيل مزروع بوردات القرنفل، تفتح بيبان روح المحبين للقى على حس لحظه الانتشاء من تاني تقفل، بعد التحام تاني رقصه شغف جوه العيون، او محتمل رقص الجنون، او محتمل خمسة الرب شاهد منذ بدء الملحمة على إننا متوحدين، الرب غارس شجرة الحب المبين جوه القلوب الطيبة، تطرح مدد، تطرح سبيل مزروع بوردات القرنفل، تفتح بيبان روح المحبين للقى على حس لحظة الانتشاء من تاني تقفل، بعد التحام تاني بفعل اشتياق رقصة خجل جوه العيون، أو محتمل فعل الجنون اللي اتبدر فوق كل أرجاء الجسد، يا أيها المسكون
روحي، أنا نص روح، لابد ترجع تكتمل. شكرا للشاعرة منى رؤوف، ومن أسيوط جاءتنا الشاعرة ياسمين صلاح عبد الرحيم. حصلت ياسمين على بكالوريوس الطب والجراحة، وتعمل طبيبة جلدية منذ 2018، ثم حصلت على ماجستير الجلدية والتناسلية وطب الذكورة 2022، تعمل مدرسة مساعدة لقسم الجلدية والتناسلية وطب الذكورة في مستشفى أسيوط العام الجامعي، وصدر لها الديوان الأول للناري مزاج آخر، وهو الديوان الحائز على المركز الثاني في المسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2020، وحصلت على جائزة الخضار في الوطن العربي وهي في المرحلة الإعدادية. فلنلتقي ونستمع إلى ياسمين صلاح عبد الرحيم من أسيوط. العالم أنثى، يدي على الأفق تتحسس نتوء الأشواك بظهر العالم. متى صرت مفصصا هكذا كوما؟ أكل هذه الشعوب تشتاق لعناقك. كن ناعما كدموع، ساخنا كدم، منقوعا بطم أمومتي. العالم أنثى لم تلدها حواء، حبلى في ضلعها بألف آدم. هذه الدماء التي تنضح من عنق الشفاف ليست ذبحا، هي دورة تمثل الشهية، لا تنقطع بحمل أو رضاع. هذه الفصوص التي تحسستها يداي غدد اللبنية يحبس فيها آلاف الصباحات. أكرهني العالم أن أتجسد في صورته، أطرافي ضامرة، كيف لا أشاهد الملائكة الثمانين الصباح؟ كيف لا ألعب مع الشياطين كرة القدم؟ وجهي مفتوح، شباك يهرب منه الظل إلى سرة الأرض، خليج يصل البحر المأخشن بالرواح، وتراكم فوق الموج بوسيدون. دعني أبدأ الرحلة على حصانك الذهبي. تلثمت بشائي أزرق ودخلت كلون الماء في الماء، كبؤس صخري في جبال الكوح، كالحزن حين يسكن موجا. يتراءى لي كل شيء حلما أو سرابا. لا، لم يحدث هذا قط، لم يعذبني وجودي. أمتطي حصاني وأدق كل الأبواب. هل رأيتموني من قبل؟ هل ترونني الآن؟ هل خلقني الله أم صنعني لوئي كئيب وتركني على ورقة؟ أشحذ المتعة فتقع في يدي كشفرة حادة، أرتدي الفكرة فتحش إمامي كمنجل، أشحذ الماء فتتسلط أعمدة أسمنتية بحلقي. دخلت في جمجمة الكون لأني لم أجد الضمير في القلب. سقطت في أفادها دماغه فانفتحت لي اللفائف كأقواس القزح، لكنني عدت دون ما عيناي، بيد قلبي الأجوف وبالأخرى حذائي المنقار. كيف أغترب في طرق أحفظها وبيدي مبخرتي وصولجاني؟ الآن أقتل البحر بحجر في اليد، أشهد حشرجة حلقه بأسمانه النافقة لأرد فطور النوارس اليوم. تتقتل الدراما والمتعة أمامي وأنا لا أنحاز لأحد، فقط أتراجع لأوفر أرضا أوسع للمعركة. الوقت وقت الكذب، ينبغي أن أؤخر عقارب ساعتي. اتركوني مع آخر الصادقين، على عظامي تكون نصف إله. بسيطان نحن كماء يجري في نهر، هادئان كوردة تنبثق نهدا على صدره، خبيثان كشط يخبئ بيديه ضحكته، عذبان مثله حين يختلط بريق الضامن. المشقة في الطريق لا في القلب، رغم أني أجيد المشي
على السكاكين اخترقتني، دمي موقوف التنفيذ وشراييني معدة لسريان الخوف، أعاني دائما من النبض السريع، أنا حقيبة أدرينالين نبتت لها قدمان، لا أؤمن. لا أؤمن بوجود السفلة، أؤمن بوجود الإنسان، لا أؤمن بوجود المسافات، وأؤمن بجريان الريح، لا أؤمن بوجودي، وأؤمن بوجود قريني، كالشحالين تحت الكباري، أتمدد في ظهر الموسيقى، كأرقة متطفلة أحيا من سائلها الشوكي، لا تلمسوني، صرت شبكة أعصاب، تعطلت الآن لغة الصمت، سأفتح قواميسي وأنا لغتي، أبارك كتيبة المترجمين في أرجائي لتكتمل دورة الأرض الأولى، لا بد أن أشعر بالحب. سبعة أقوال لحق واحد. يقول الأزرق بينما يد البحر تسلق السماء، حوت يترجم لحبيبته قصيدة بأفواه مهيئة تنضجها الرغبة حتى يشتهيها البشر على البواري. تقول الصغابة بينما الأرض تتهادى في الفضاء بأرداف رجراجة، أرغب ألا أسكنها وأن أسكن قلبي. تفتنه شهوة السيولة، الآن يتقلب في الجحيم على هذا الدم. يقول الوضوح لم أستقل بذلك حتى الآن، لا يوجد سوى وضوح غامض أو غموض واضح حين تستيقظ من الحلم. أأنت الذي غادر أم هم الذين غادروك؟ من الذي ينتظر الآخر حتى يعود؟ يقول البكاء بينما يراني الأحياء بلا لون ولا رائحة، يراني الأموات بوابة بنفسجية منها فقط يستطيع الأحياء البالدون زراعة البساتين في تربة أحبتهم. تقول السلحفاة بينما أحمل العالم وأدور ببطء حول الشمس، تحملين النار وتهربلين عند خط النهاية، لا أجدك، أليس الذي متأخرا خيرا؟ أليس الذي يأتي متأخرا خيرا من الذي لا يأتي؟ يقول الذباب أيها النحل هل تغضب لو صنعنا العسل؟ أيها البشر هل تحبوننا مهما كان الطنين؟ عنصرية حقا، لا تلومون إذن حين نحبكم من لدكم أكثر منكم. يقول الشاب أيتها الوردة هل تتحملين مزيدا مني؟ أصفق بحرارة وينغرس برشاقة، فقط كل ما عليكم أن تمسحوا الدماء التي تتساقط مني، لا أريد أن أشوه اللوحة. شكرا للشاعرة ياسمين شراح التي جاءتنا من أسيوط. أخيرا جاءنا من بور سعيد الشاعر أحمد مجدي أبو حسين. وقد حصلنا على الجوائز التالية: مسابقة إبداع حزب الدستور 2015، مركز أول إقليم القناة وسيناء 2016، مسابقة الحياة الثقافية 2016، مسابقة النشر الإقليمي عن ديوان مساحة المكياج 2017، مسابقة محمد الأقطش 2018، وأخيرا مسابقة عبد الستار سليم 2021 مع الفائز بالمركز الثالث في مسابقة شعر العامية الأستاذ أحمد مجدي أبو حسين. بتأخر مع الأستاذة هدى السواق. الله يحفظه بجد. السواق وكل قصيدة الهجاء.
أحد السلاح الإنجليز برسومة اليأس الرخيص والخنقة والموت البطيء وطابور طويل في البحث عن فرصة نجاة أو نقطة في لعاب الحياة تحت شباك الخيانة وحكم شرس مستخبي جوه مني زي كل الفلاحين في ضلوع فرنسا عايشين على قد النفس لكنه مش معناه كسل ولا خوف من جواسيس هتكشف عني شيء انا مستخبي ومنتظر صوت الاذان يتشد من حبل الجرس يظهر لنا عذراء طولين وفقدها سيف يعكس الشمس اللي نازله في زاويه من طرف السماء يتسيح الجبن اللي جمد في القلوب وتشد احساسنا الفرس ناحيه كفاح الطيبين واللم في الرعب اللي عشش في البيوت نرميه في صف الانجليز وبنار سنين الظلم والقهر العتيق تستوي بطن السكوت وهتنفجر بالمعجزات وفرنسا ترجع عرشها من بعد الموت. وانا اؤمن باللحظه دي قلت روح الشهداء حيه مهما ضربوا الناس كفوفهم من كلامي. طب مهم ما فارقش ضمنا زي قمح بلادنا صمم انه يطلع برضه تاني رغم عدة ما بخيره بس حاطط الاحتمال ربما يبعتر شوية ينقذه أم اليتيم برغيف مسكن يقف الجوع اللي يعصر في الدموع من عين صغرها لما تلمس قلبها يبقى أهون عندها ضرب سيوف والديوك بحقولها تهجم على الغريب حتى لو فلحها بحها لسه برضه معلمها في ايديه تبعها تعلم إن الأرض لسه ما سلمتش مهما حاولوا يغيروا فيها الملامح فيها ريحة من شبهنا وزرع شاي طبعنا اكشف اكشف ان الصفقة تمت في الحرام وصرنا ناخد أرضنا حتى بعد ما بحى شرط الصوابع المواعدة مش هتبصم على الشروط الصوابع عاوزة تطمس في النجوم اللي فتحت جوا جدر الليل مساء يسرب النور للبلاغة اللي شافوا الحق رحمة حاول مرة يجربوه بس هما لما جاعوا قاموا يجروا في عقد لقمة وهي مسحوبة في سلاسل تسحب النور من عيونهم حتى آخر نقطة باقية من الوميض الحبر شطب على الأمل الحبر شطب على الأمل مع إنه منبع للثقافة وللفنون في بلاد مجاورة والإنجليز كسبوا المحاولة واحنا متحوطين بنظم وكهنة الدين والقانون هم تعبين الملوك واللوي في جول الكلام والنفخ في النار والتهم عاوزيننا نصبح كالعدم اشباح بتشبه وشنا او نتعدم زي اللي كانوا قبلنا وما يعرفوش ان الرسل عين الرساله في السماء بعيده عن ايد الملك لو هم ماتوا وابتهوا ما كانتش وصلتني الرسالة ولا كنت هعرف ان دوا ابني مرة شعوره من كلمة بلادي لو هما ما اتحرقوش عشاننا ما كانتش بتخصب عقولنا ولا كنت تميت الحصص واستفدت من اللي فات لمراحل النصر اللي جاي قلت روح الشهداء حية مهما ضربوا الناس مع ان هما نفسهم اتغيروا وخلوا الأذان يتشد من حبل الجرس أظهرهم مفقين سيف يعكس الوعي السماوي في العقول وهيجي دور المنحرق وابقى الرماد لون التخلص من الألم بالوقت يبقى الموت طعم وكأنه جايزاً بالحياة متبروزة في لوحة الخلود وفرنسا ترجع عرشها من بعد الموت Thank you.
لو هلعب دور عهد ادهم واكون في عيون القط عزيز وكمان هي القطه بتاعته، بس انا نفسي تحس بالرغبه اللي هتاكل عهد. مش عارف ليه مش عاوزاني. قال ايه؟ في شباب بيحبوها حب الخراطيم، عاوزين ياخدوها يغنوا لها وفي قلب الشارع شتموني وحماسهم مولع بالشماريخ، واصل عيال حط قلوبها جوه البلوتوب وانا وشي بيضحك وقت الشر، لكن اللعب على المكشوف من كرب وفرد خلاني اضطر اجري وراهم قدام الناس بسلاح النصر والخطوش وقتلت كتير، ولكن الدم بيتحرك بيجيب اكتر، وانا اصل الجري بيتعبني وبخاف من اتيا شوارعهم عاوزه تاكلني. خسرت الجيم المره دي ورجعت افكر مع الناموس، استهزأ بيا بلحم الكبر، نفضت ايديه من كل تراب وشتمني وقال يا ابن الانسان ملكك هيزور. قلت يا ناموس انا مش انسان، انا برضه عزيز في دماغ العرش بتاعي بيس، والواد محبوب عبد الدايم يعرف يرقص فوق جرح الناس ويشك كلامه في اجسامهم وبيشغلهم بالوجع اللي بيعمل افكار علشان مغشوش زي الويسكي، الوجع الاصلي بيتسخن جوه الاستاد علشان استفرد بكاميليا بره الكاميرات، الشارع فاضي ومين هيخش لما نصرخ؟ كل الفرافير رايح الماتش، لو خش معاهم زجروستو من غير ما نقول له يا بيومي مكان السبحه اللي في ايده بياخد علم ومليني مصاحب جدته ومعاه الولد الالماني حاتم المسؤول على البوابه من غير ما يبص ولا يفتش، الكل مخبي اسنان جديد جوه هدومه وبيدخل يسكن في جمهور، جمهور بيولع في هتافات وهو اخو بيحرق في هدومه، رجليه اشعال نازله تعلم في كرامه الناس، وبليجي بيخترع العكه ولا ليه اساس، بيدوس بنزين على اعصابهم فالجو يشيب دخان اسود بيغمق حتى تاريخ اليوم، لون الفريقين عمال ينزل حد البهتان، الكوره بتقع مش عاوزه تنقي الكسبان، والخوف حريف بياخدها بطلع 20 جنيه تترقص حالا من الفريقين، والارض الخضراء تحب فين ويا الاسماء المهوب، ولكن غريبه المره دي الارض بتعلى بغزاره بتزحلق رجل اللعيب. بروسكو صدق وحرام زفاول مش محصول لينا والظلم مكتف رجلينا، قلع الجلابيه اللي لابسها سرق الانظار جوه المشهد وكل حماس نط الملعب خطر في الغضب اللي بيملى قلب الجمهور خلاه يلمس كهربه الملعب والتحكيم عمل قفله واتطفى النور. وسنان كتير طلعت تلعب في ايدين رجاله الالماني زي السكينه. واللعبه خلاص هتروح في الجد فرقع جوه قلوب مجانين حب جميل، ولما الغد بيتحكم في الكوره اكيد فعزيز هيسجل متسلل، ولكن الحكم اللي بيقف على رايه امن المستقبل واخد رشوه، فالماتش يعد ضحايا كتير وفي فرق سكور موعوده يلي عليك الدور. انا بعرف برضه استاذ رفيق المهتبس على الدنيا بقفل مفتاحه اتقرقش بسناني صرخوا الفرافير، افتح بالموت افتح بالموت مش عاوز اسمع منهم صوت، الليله همسمر احلامهم عند الغرب وانا حلم عجوز مليان تجاعيد موصوف لي اني اشرب دم شباب، وازاي انا ازرع عمر جديد غير ما اقصقص اعمارهم. انا بعشق جو الضلمة عشان تعلاج من الضحك وقصر الشيب من غير ولا حلم ولا جو، ما انا لازم ارضى من لكم. الليله انا هسرق من الجنه حضن كاميليا، الليله هطول شجر التفاح من رقبتها، الليله انا هعصر في وربها هروين العتر بيسحبني. معرفش انا ليه لما لقيتها شميت الدم وشها متكرمش ومخطط بدوائر هم، كانت مطفيه ولونها كئيب، كبرت دماغي بشكل غريب رحت ابوس على شفايفها، ضوافرها القطه اتقلبت بول
بتقطع عظم الصدر الغلي ودموعها بتنزل ميه نار، صرختها بتطلع من راسي زي المنشار، كان بتقول افتح بالموت افتح بالموت. حسيتني ساعتها كأني في قبر مش لاقي حد هينجدني ولا حتى الموت، ولقيت والنوس واقف جنبي سقف غرور استهزأ بيا بضحك كده وشتمني وقال يا ابن الانسان ملكك هيزول، وبقيت اضعف من اني ارض. شكرا للشاعر احمد مجدي ابو حسين. وليس هذا هو اللقاء الاخير مع هؤلاء الفائزين السته في مسابقه لم الشاعر بالمجلس الاعلى للثقافه في شعر العاميه والفصحى، ولكن سوف يتكرر اللقاء لاننا بالفعل نكتشف مواهب جديده واصوات شعريه جديده تمتلئ بها مصرنا الحبيبه. ومع كلمه الختام مع الشاعر الكبير الاستاذ احمد سويلم مقرر لجنه الشعر بالمجلس الاعلى للثقافه. كما سمعتم واستمتعتم القيمة المادية جايزة 15/10/5 معلش ان شاء الله هنوصل للبريد عن طريق الفيزا في حساب الشعراء. نعم لكن أولا شكرا لجنة التحكيم التي كانت موضوعية وحيادية تماما كما لاحظتم، لم تفرق في شعر الفصحى بين العموم والتفعيل والمنامات، ولكن المعيار كان الجودة، المعيار كان الصدق، المعيار كان الجديد. وهذه رسالة لجنة الشعر في كل ندوة نقدم تجارب جديدة وإن اختلفنا معها، لكننا نعترف بأن الشباب لديهم طاقة فنية متنوعة ومختلفة عن كل الأجيال السابقة، ولهذا نحن دائما نرحب بهم بكل ندواتنا في الشباب في لجنة الشعر. هنيئا لكل الفائزين وتمنياتنا لهم بمزيد من التوفيق، والان الى اوفيا.